تبارك الله تعالى وبركاته. معكم عبد السلام الطالي، مرحبا بالسي ياسين شملال، الله يبارك فيك. شكرا على قبول الدعوه. اليوم غادي ندير واحد ليسي ديال لو جو ايدوكاتيف جينكا اللي معروف عالميا. هذا لو جو هذا اللي كيعلم الاطفال الحساب، جذب الضرب، الجمع، وايضا لا كونسونطراسيون، حيت فيه التركيز وفيه ما خاصش طيح هاد الخشيبات. هاد الجينكا هادي كتكون من واحد الخشيبات على شكل مستطيل. فوالا، هاد الخشيبات هادو كيكونوا على حسب العدد ديال، على حسب لا كاليتي ديال الجينكا. كاين اللي كيكون فيهم 54، كاين اللي كيكون فيهم شي حدا 60، ما عرفتش بالضبط. كاين هادي اللي فيها 48، فيها لي فيرسيون صغار وكبار. وكاين انواع ديالها، كاين اللي فيهم الارقام وكاين اللي ما فيهمش الارقام. دونك حنا ك سونتر ديال لي جو ايدوكاتيف، وكنتكلموا على ليدوكاسيون، حنا غادي نختاروا نقول لكم كيفاش كنلعبوا بهاد الشينكا اللي فيها الارقام واللي فيها الحساب. دونك هادو انواع ديال لي كولور، وهادي هي هادي لي كاليتي كيكونوا مختلفين. دونك السي ياسين نبداو. اوكي، بعدا ديمارش هادي علاش كيصلحوا هاد دابا؟ فوالا، دونك هاد لي دي هادو هما اللي كنلعبوا، كنلوحوهم في الاول باش نعرفوا شنو هو، شنو هي الخشبه اللي غادي نخرجوها، شنو هو العدد ديالها. بالنسبه لهذه اللي قلت لكم ديال الالوان، فيها لو دي، فيها الالوان. دونك الا عطات لو روج خاصها نخرجوا لو روج، الا عطات لو فير خاصها نخرجوا لو فير. اوكي، فوالا. وهاد الجينكا اللي فيها الارقام فيها جوج انواع ديال اللعب. كاين الوليدات الصغار اللي كانوا باقيين صغار قدوا يلعبوا بلي كاتر دي او ميم طون، كيلوحوا لي كاتر دي. دونك غادي نهبط الكاميرا باش نزيد نشرح لكم ونفهموا اكثر. فوالا، دونك هنا كاين هاد لي دو، هاد بالنسبه للوليدات الصغار نقدروا نلعبوا معاهم بهادي. كنلوحوا لي كاتر دي وكنديروا الجمع. دونك عندي هنا 3 بلس 5 سي 8 بلس 4 سي 12 بلس 4 سي 16. دونك لونفون غادي يخرج رقم 16، غادي يحاول يخرجو بلا ما طيح ليه هاد، داكوغ، كيخرجو بشوية ويحطها الفوق. عاوتاني لا ميم شوز بالنسبة لونفون لاخر، غادي يلوح فوالا بحال مثلا حسب، ديرو حسب. اوكي، 5 6 7 8 12. دونك خاصك تخرج 12. فوالا، و كتحطها فين كتبدا، ما كتحطهاش بحال هكا، كتحطها غير فوق منها. كتحطها فوق منها ولكن معاكسة. فوالا، غير بحال هاد الشكل. هادي بسيطة، هادي لا فيرسيون بسيطة. عاوتاني أنا غادي نشوف نحسب، 4 بلس 6 سي 10، 1 11 بلس 2 سي 13، غادي ناخد 13. دونك إلا طاحت، فوالا، دونك إلا طاحت أنا غادي نخسر. فوالا، دابا بحال هكا غادي طيح دابا. داكوغ، غادي نوريكم دابا الطريقة الثانية. دونك الطريقة الثانية غادي نخدمو هي بجوج ديال لي دي. دونك كيف ما كتعرفو لي لو دي فيه من 1 حتى 6، هو مكعب صغير. هنا غادي نحاولو نلعبو لو كيسين واحد طاح، داكوغ، باش نشوفو الطريقة ديال هذا. المهم، بالنسبة لمين كنلوح لو دي، عندي 4 احتمالات. إما هنا مثلا عندي 6 و4، إما غادي نخرج 64 ما عنديش، أولا 46، داكوغ، دونك كاينة، أولا غادي ندير 4 زائد 6 اللي هي 12، أولا 6 في 4 اللي هي 24، داكوغ. دونك إما 64 ما كايناش، أو 46، أو 4 في 6، أو 4 زائد 6 اللي هي 10. دونك كاينين عندي. إنت إلا بغيتي تخرج جوج ديال دي مثلا تخرج 6 و4. لا، كتخرج غير وحده. وهاد لو جو هذا، هاد هي يقدر يلعب فيها اكثر من جوج، يعني فوق من جوج يقدر يلعب فيها 5 6، ولكن اللي طاحت فيه النوبه وطيحها هو اللي كيخسر. داكوغ، دونك ندير واحد ديمونستراسيون. دونك تبدا انا ولا نبدا انت؟ تبدا انا. يلا هاك. فوالا، خرجت لك 6 و4. هذاك نيت لك المدير. 6 و4، دونك فوالا. نخرج 20، ونخرج 10، 10، ونخرج 6 و4. نخرج 24.
كتبغي لا كونسونطراسيون فوالا تري تري بيان فوالا كتحطها غادي كتحطهم بثلاثه فوالا دونك جو ترتي اللعب انت دابا دونك 3 زائد 3 6 اولا غادي ندير 3 في 3 هي 9 نشوف فين 9 اولا غادي ندير 33 33 فين هي نحاول ندير 33 واخا بانت هي صعيبه شويه ممنوع نقيس شي حاجه اخرى من غير هاد 33 هادي فوالا هاد شاون فيتاس ياك اما دابا سير تحسب بزاف شكرا للسياسيين على المشاركه ديالك معنا في هذا الجو ايديوكاتيف كنشجعكم بزاف انكم تخدموا هذا الجو هذا مع الوليدات سورتو ملي كنتكلموا على واحد الجو اللي هو كيديفلوبي لا كونسونطراسيون كيديفلوبي لانتيليجونس لوجيك يعني كنتكلموا على الجامع الطرح الضرب وايضا كيعوض هذاك الادمان ديال الاطفال على الاجهزه ديال التليفون وفيها حتى الذكاء الاجتماعي مع كيكون لعبه اللي هي سوسيال اللي ممكن انه يلعبوا فيها بزاف ديال الاشخاص وممكن ان العائله اسره بيناتهم ام واب والوليدات يلعبوا بها ممتعه بزاف دونك نخليكم في فيديوهات اخرى شكرا لك ياسين الثاني نتلاقاو شي جو واحد اخر نتسناو الحكمة ديالو الشبوه ديالو نحكم عليه ان شاء الله يلاه سكيت عليه شي شويه يلاه تبارك الله عليكم وصلاة الله على بركة الله